مساء الخير على جميع أصدقائنا الرياضيين في فقرة الإعلام المجتمعي الرياضية واللي بتجيكم كل أربعة ضمن إكسترا تايم. العديد من المواضيع الرياضية راح نحكي فيها اليوم، ولكن كالعادة منذكركم بطرق التواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. طبعا أكيد صفحتنا على فيسبوك / رؤية سبورتس، وكمان حسابنا على تويتر / رؤية سبورتس. كل الصور بإمكانكم تشوفوها دائما عبر حسابنا على إنستغرام رؤية سبورتس، وكل الفيديوهات موجودة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب رؤية سبورتس. وبداية فقرتنا كمان راح تكون مع سمو الأمير علي بن الحسين، واللي ما زال حديث مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والعربية والعالمية، خاصة بعد ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. سمو الأمير حضر مباراة أرسنال وسندرلاند من الملعب، ومعلق المباراة كان فهد العتيبي، وفهد العتيبي علق بطريقة جدا رائعة على سمو الأمير وخوضه للانتخابات. هالفيديو محبين سمو الأمير والداعمين له في هالانتخابات أخذوه وحطوه على الفيسبوك ولاقى رواج كتير كبير. شو اللي صار؟ تعالوا نشوف. شخصيات مهمة تحضر مباراة اليوم. علي بن الحسين حاضر أمامنا، في الأمير علي بن الحسين حاضر في مباراة اليوم في ملعب الإمارات. رجل اللي عنده 40 سنة المتحمس لتغيير الكثير من الأمور في كرة القدم لرئاسة الفيفا. نتمنى له التوفيق بالتأكيد، ونتمنى له النجاح في حملته المقبلة من أجل رئاسة الاتحاد الدولي، أعظم سلطة رياضية في العالم وهو فيفا. الأمير علي عنده الكثير من الحماس، عنده كثير من الأفكار، يريد أن يغير كثير من الأمور. يجد في داخل الفيفا كثير من الأخطاء، من الأشياء الكارثية. يتمنى أن يرأس الفيفا من أجل أن يغيرها، ومن أجل أن تكون أن يظهر المعنى الحقيقي، المعدن الحقيقي لكرة القدم، جميلة روح رياضية بدون مشاكل في أروقة الفيفا، بدون أشياء تذكر وأشياء حتى لا تذكر. وبنروح إلى مواقع التواصل الاجتماعي العربية، وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، وفيديو تم تداوله بشكل كتير كبير على اليوتيوب. طبعاً الفيديو مأخوذ من مباراة الزمالك واتحاد الشرطة. نادي الزمالك حط جول باتحاد الشرطة، ولكن بصراحة فرحتهم كان مبالغ فيها على رأي الجماهير المصرية. حطوا الجول وراحوا عند مدربهم حازم إمام، وزي كأنهم عم بواسوه بعزوه بوفاة يعني والده المعلق الرياضي الشهير والكبير الله يرحمه طبعاً حمادة إمام. ولكن اتحاد الشرطة حاول يستغل الموقف، وكان ممكن يقلب الطاولة على الزمالك، لأنه الزمالك طولوا فرحتهم. وبصراحة يعني الجماهير المصرية علقت على فيسبوك أنه كان مبالغ فيها جدا. شو اللي صار؟ تعالوا نشوف. يعني بصراحة معهم حق الجماهير المصرية اللي تداولوا هالفيديو بشكل كتير كبير، والحكم كمان بصراحة يعني حسب القوانين الرياضية ما كان عنده أي شيء مش صحيح. وطبعا الجماهير المصرية جماهير بتنتقد بشكل كتير كبير، ولهيك انتقدوا نادي الزمالك وانتقدوا اللاعبين وانتقدوا فرحتهم. هالفيديو انتشر بشكل كتير كبير. ومن مواقع التواصل الاجتماعي العربية خلينا نروح إلى مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، والنجم روجير فيدرر اللي بصراحة دائما هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا بعد ما صور يعني إعلان جديد لشركة اتصالات سويسرية، ولكن صورها بطريقة الأكشن وأخذ هالفيديو ونشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ولاقى رواج من قبل محبيه لأنه بيقلد في الإعلان توم كروز. فيدرر كروز في الفيديو التالي. يعني بصراحة أغلب عشاق يعني فيدرر هم بنات، وبعد الإعلان يمكن هسه بيزيدوا على فيسبوك وتحديدا عبر صفحته الرسمية. وخلينا منروح من فيسبوك إلى إنستغرام، ومع المشاكس الكبير والثائر دائما للجدل ماريو بالوتيلي، ولكن هالمرة مش ماريو بالوتيلي، لا أحد عشاق ماريو بالوتيلي نشر صورة على إنستغرام هو واشم اسم ماريو بالوتيلي على ظهره، يعني ومن الحب ما قتل. هالصورة اللي تم تداولها بشكل كتير كبير زي ما احنا شايفين، يعني حاط اسم ماريو بالوتيلي على ظهره، كمان حاط رقم ماريو بالوتيلي. ماريو بالوتيلي اخذ الصورة هاي ونشرها على انستغرام الرسمي تبعه، وكتب شكرا لدعمك، ولكن الا تعتقد انه هالفعل فيه بعض الجنون؟
طبعا قرأنا التعليقات اللي اجت على الصورة وقرأنا التعليقات اللي اجت عن صورة ماريو بالوتلي، واغلب التعليقات كانت بتحكي انه مش بس ماريو بالوتلي مجنون، كمان عشاقه مجانين زيه. ومن ماريو بالوتلي خلينا نروح الى النجم الكبير ليونيل ميسي صاحب الكرة الذهبية رقم 5 واللي فات فيها عن كامب نو واحتفل فيها. راح نفرجيكم فيديو مع فيديو احتفال ميسي بالكامب نو، ولكن قبل ما نروح خلينا نحكي عن الحادثة اللي انتشرت الاسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عن ليونيل ميسي وهو كان في دبي. وطبعا يعني احد موظفي مطار دبي الدولي تحول للقضاء لانه بس صور فيديو جواز سفر ليونيل ميسي، وطبعا المطار عرف بعد ما تم تداول هالفيديو بشكل كتير كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، والفيديو حقق ملايين المشاهدات. وبعض الناس يعني استغربوا انه كله فيديو لجواز سفره للزلم، كل هيك هالمشاهدات عليه يعني ملايين المشاهدات. في ناس بصراحة يعني حبهم ليونيل ميسي بفوق التصور. فيديو قصير مدة ثواني جواز سفر ميسي، تعالوا نشوفه. هذا ميسي أموره كلها بيدي أنا، أحرق جوازه أعدله. يلا لا بسامح خلاص روح. وكمان خلينا نضل في عالم ليونيل ميسي. ولا ليونيل ميسي طبعا زي ما شفنا الأسابيع الماضية أخذ الكرة الذهبية للمرة الخامسة واحتفل في بيته واحتفل فيه على صفحته الشخصية وعبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الاحتفال الكبير كان في الكامب نو لما دخل ومع الكرة الذهبية واحتفل بوسط طبعا يعني كل عشاق النادي الكتالوني. والصفحة الرسمية للنادي برشلونة أخذت هالفيديو ونشرته عبر صفحتها الرسمية، وتم مشاركة هالفيديو ملايين المرات. تعالوا نشوف مع بعض. وبنظل كمان في عالم ليونيل ميسي، وبصراحة ليونيل ميسي هو بحد ذاته عالم وشاغل مواقع التواصل الاجتماعي العالمية. وخلينا نروح إلى تويتر، تغريدتين يعني نالوا يعني إعجاب أولا وتعاطف من عشاق كرة القدم حول العالم على طفل عراقي صغير، انتشرت صورته عبر تويتر. راح نشوف الصورة زي ما احنا شايفينها. الطفل طبعا بيظهر في الصورة بتغريده وبيرتدي كيس بلاستيكي بألوان المنتخب الأرجنتيني ومكتوب عليه اسم النجم ليونيل ميسي ورقمه. بحسب التقارير الصورة أخذوها في مدينة دهوك العراقية، وزي ما احنا شايفين بعض الحسابات اللي يعني بتحصي أرقام ميسي حكت إنه في البعض بحاول يتواصل مع هالطفل ليوصله إلى النجم نادي برشلونة ليونيل ميسي، ويمكن ليونيل ميسي يعني يعمل مفاجأة لهالطفل زي ما شفنا بعض المفاجآت الكبيرة اللي عملوها اللاعبين للأطفال حول أنحاء العالم. بصراحة هاي هي الرسالة الإنسانية دائما بتوصلها الرياضة، وأكيد طبعا مواقع التواصل الاجتماعي دائما بتكون عامل أساسي في توصيل هالرسائل الإنسانية. وخلينا نروح إلى فيديو فقرة اليوم. الكل يعني أغلب الشباب، بلاش الكل عشان ما نظلم بعض، أغلب الشباب بحبوا لعبة البلياردو، لهيك إذا حطينا فيديو على الفيسبوك للعبة بلياردو حتشوف عليه ملايين المشاهدات. بس إذا حطيت فيديو للعبة بلياردو على طريقة الليزر راح يجيب ملايين أكثر، لهيك الفيديو راح نفرجيكم إياه اليوم حقق ملايين المشاهدات لأنه لعبة البلياردو على طريقة الليزر.
يعني بصراحة أنا آخر مرة لعبت بلياردو يمكن قبل 5-6-7 سنين، ولكن الفيديو بصراحة شجعني إن أرجع ألعب كمان مرة. يعني بصراحة يعني مع تقنية الليزر ما أظن إنه ممكن تضيع ولا طابة في أرضية البلياردو. بالنهاية بدي أشكر كل الناس بصراحة دائما بتواصلوا معنا عبر حساباتنا المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما بحب أشكر الناس بتفاعلوا دائما معنا عبر هاشتاج البرنامج هاشتاج اكسترا تايم. بحب دائما اذكركم انه دائما تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، وهالمره بدي احدد صراحه حسابنا على انستغرام، عم نحط صور كثير، صور تفاعليه وصور الاخبار الرياضيه. نتمنى تعملوا فولو لحساب رؤيه رياضيه على انستغرام، راح تشوفوا العديد من الصور والعديد من الاخبار، في منها دائما الاخبار المحليه الحصريه والاخبار العالميه الانيه والعديد من الصور المنوعه في عالم الرياضة. لهون بكون خلصت فقرتي الأسبوعية، أكيد الأربعاء الجاي تجدد لقانا وأخبار جديدة، ومواقع التواصل الاجتماعي أكيد دائما فيها أخبار جديدة.